يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية اليوم الحفل الختامي لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية تزامنا مع ذكرى ميلاد الكاتب الراحل، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة. تنطلق الاحتفالية بكلمة مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، يعقبها عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة هيكل ومجموعة مؤلفاته وكتاباته الصحفية ومتعلقات الشخصية وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية، انطلاقا من رغبة هيكل في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكتاب والصحفيين والقراء من مكتبته الثرية.